كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين تأتي معايشهم ومآكلهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا إلى منازلهم، حتى قال بعض أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت زين العابدين. حدث بآل البيت حبا وعرفانا، وانشر صحائفهم نورا وريحانا، للتقاطم يمنا وإيمانا، والله زكاهم وحيا وقرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هو عندنا أهل السنة من كبار التابعين، سيد الهاشميين في عصره وإمام الطالبيين في زمانه، حتى قال الحافظ النووي: علي بن الحسين المعروف بزين العابدين أجمعوا على جلالته في كل شيء. ولد في المدينة المنورة سنة 38 للهجرة، ويعده الشيعة الاثنى عشرية إمامهم الرابع المعصوم، ولا معصوم عندنا أهل السنة إلا جده نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حباه الله جملة من الأخلاق لا تجتمع إلا لعظماء الرجال، عبد الله فأخلص، حتى لقبه أهل زمانه بزين العابدين. أبوه شهيد، وأمه بنت ملك كسرى، وجده خليفة، وجدته أفضل النساء، ووالد جدته نبي. هذا مقام علي بن الحسين عندنا. من أولاده الحسن والحسين ومحمد الأصغر ومحمد الباقر وعبد الله الأصغر وعبد الله الباهر وعمر الأشرف وزيد الشهيد، ومن بناته خديجة وأم كلثوم وزينب وفاطمة وعائشة. كان علي زين العابدين من العلماء العاملين ومن الفضلاء التابعين، حتى قال عنه الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل من علي ابن الحسين، وما رأيت أحدا كان أفقه منه. وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان علي بن الحسين ثقة مأمونا، كثير الحديث عاليا، رفيعا ورعا. وقد أجمع أهل السنة بأن علي زين العابدين من الرواة الثقة ومن أجل العلماء والأئمة الفقهاء. قال محمد بن حبان: علي زين العابدين من فقهاء أهل البيت وأفاضل بني هاشم وعباد المدينة. وقال ابن حجر: ثقة ثبت، عابد فقيه، فاضل مشهور. ولذلك روى علمه ومروياته أئمة أهل الحديث عند أهل السنة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل وغيرهم. وإذا أتينا إلى باب العبادة فهو من أعبد الناس. قال الإمام مالك بن أنس: أحرم علي بن الحسين فلما أراد أن يقول لبيك اللهم لبيك قالها فأغمي عليه حتى سقط من راحلته فهشم. ولقد بلغني أنه كان يصلي في كل يوم 1000 ركعة إلى أن مات، وكان يسمى في المدينة زين العابدين لعبادته. وذكر ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة قال: كان علي بن الحسين إذا توضأ يصفر لونه. وقال عبد الله بن أبي سالم: كان علي بن الحسين إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة. فسئل عن ذلك فقال: أتدرون بين يدي من أقف؟ سبحان الله، خشية عظيمة من الباري واستحضار الوقوف بين يديه في الصلاة. أما
عنايته بالفقراء والمحتاجين فهي لا تكاد توصف. كان إذا أتاه السائل رحب به وقال مرحبا بمن يحمل زادي إلى الدار الآخرة. وقال محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين تأتي معايشهم ومآكلهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا إلى منازلهم، حتى قال بعض أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت زين العابدين. وقد أحصي بعد موته عدد من كان ينفق عليهم سرا فكانوا نحو 100 بيت. سبحان الله. ومن مواقفه النبيلة الدالة على فطنته وحسن جوابه أنه سأله رجل مرة: ما كان منزلة أبي بكر وعمر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب زين العابدين: كمنزلتهما منه الساعة، وأشار بيده إلى القبر، يقصد أن منزلة أبي بكر وعمر كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كقرب قبريهما من قبره عليه الصلاة والسلام. وأما جانب عفوه عمن أساء إليه فله القدح المعلى. كلمه رجل يوما فافترى عليه وأساء إليه، فقال علي زين العابدين: إن كنت كما قلت فأستغفر الله، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. فقام إليه الرجل فقبل رأسه وقال: جعلت فداك، لست كما قلت، فاغفر لي. فقال علي: غفر الله لك. فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقد جمع هذا الإمام بين العلم والعمل والحكمة والعقل، حتى قال الذهبي: علي كانت له جلالة عجيبة وحق له والله ذلك، فقد كان أهلا للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتألهه وكمال عقله. قال الشاعر الأديب الفرزدق مادحا علي زين العابدين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل: من خير أهل الأرض؟ قيل: هم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. قال الفرزدق هذه القصيدة يوم أن حج علي بن الحسين زين العابدين، فما أن سمع الناس باسمه ورأوا هيئته وصورته حتى وسعوا له الطريق، فقال يومها هشام بن عبد الملك: من هذا؟ فكانت هذه القصيدة الشعرية والمقطوعة الأدبية جوابا على كل من جهل مقام أمثال هؤلاء الرجال العظماء والأئمة الأعلام. توفي علي في المدينة سنة 95 للهجرة، ودفن في البقيع إلى جانب قبر عمه الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما. هذه رياضه تهتز أغصانا، غنى الزمان بهم للمجد ألحانا. هذه رياضه تهتز أغصانا، علما وتعليما، تقوى وإيمانا. إني أحبهم قربا وإحسانا، إني أحبهم قربا وإحسانا.